ما بعرف استاذ مرسيل اذا بتتذكر يعني، بس انا شايف تيستات للمذيعين اللي كانوا عم بينعملوا بوقتها كانوا يلبسوا بدله عسكريه. قلت له استاذ كريم بدهم يطلعوا يقروا النشره ولبسين بدله عسكريه؟ ما فهمت. قال لي لا لا شو بدك بالقصه، لا بدنا نعمل تلفزيون بيشبه البي بي سي. بعهدكم باسمي، باسم مجلس إدارة التلفزيون، باسم كل العاملين اللي هون، أنه نحن رح نكون الخط الإعلامي الأول في الهجوم وفي الدفاع عن المقاومة اللبنانية. فيكن تعتبروا أنه مثل ما عندكن عسكر على الجبهات العسكرية، هون عندكن عسكر على الجبهة الإعلامية.